أول سطر في التقاط الحدث، كلمات تزفها المحابر والمصادح لتتهاوى من أعلى المنابر كلمة حق لا ترد. هم معلومة هاربة من مقص رقيب، زوبعة من الكلمات تؤرق الحكام وتوقظ النيام. هم معابر الرفض حين تدق المظلمة طبولها ويخيم ليل الاستبداد السرمدي. هم كل الكلام. فأهلا وسهلا بحماة حرية الإعلام وضيوفنا الكرام وكل من شرفنا بحضوره حفل تتويج جائزة أكاديميا لحرية الإعلام. واسمحوا لي في نهاية هذه الكلمة أن أدعو السيد شكري المبخوت رئيس جامعة منوبة لإلقاء كلمة على جمعكم الكريم. نحن في حاجة إلى ربط الصلة بين الجامعة والإعلام والمجتمع بعد سنوات من الاستبداد الذي عمل على احتقار النخب وقطع الأواصر بينها، وبعد سنوات من الفساد لم تنجو منه هياكل الدولة والاقتصاد ومؤسسات المجتمع بما في ذلك الإعلام والجامعة. وعلى الرغم من غلبة اللون الداكن على اللوحة، فإن في المشهد الإعلامي التونسي الحالي وجوها وأصواتا وأقلاما جديرة بكل تقدير وتنويه، وهم لفيف من الإعلاميات والإعلاميين والصحفيات والصحفيين يساهمون بجد وإخلاص في صياغة الإعلام الذي يستدعيه ما تعيشه بلادنا من منعطف تاريخي، متشبثين باستقلاليتهم وحريتهم في التعبير، عاملين على الالتزام بقواعد العمل الصحفي ومقتضياته. أيها الحضور الكريم، أود أن أتقدم بالتهنئة الخالصة لمن اصطفتهم لجنة جائزة حرية الإعلام بفروعها العشرة، وأن أشكر لهم جهدهم وإضافتهم المتميزة، وأنني لعلى يقين من أن هذه الجائزة برمزيتها النابعة من الجهة المانحة أي من موطن المعرفة الأكاديمية تشرفهم بقدر ما تشرفنا. ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الزملاء الجامعيين الذين عملوا في اللجنة بإخلاص وتجرد لترشيح الجديرين بالجائزة والتحاور في شأنهم. إذن الحائز على جائزة أكاديمية لحرية الإعلام في دورتها الأولى السيد لطفي بن ساسي من جريدة لابريس، فليتفضل مشكورا. Je vous donne ma parole que je ne vous décevrai pas. إن صحفيات قناة الحوار التونسي وصحفيها قد مثلوا بعد الثورة إضافة إلى التاريخ النضالي للقناة ظاهرة جديرة بكل الاهتمام والتقدير والتشجيع. إلى صحفي قناة الحوار التونسي أسندت جائزة أكاديميا لحرية الإعلام وليتسلمها الإعلامي أيمن الرزقي. نشكر جامعة منوبة وأكاديميا على هالمبادرة الطيبة هذه. الأحسن أنه لمت هالجامعة الكريمة هذه خلتني أنا أشوف أساتذتي اللي تعلمت عليهم الصحافة، وخلتني نشوف رفاق درب والناس نظلت معاهم بالكلمة الحرة وبالكاميرا في قفصة وفي تونس وفي كل ربوع البلاد. وهذا هو المنطلق نتاع قناة الحوار التونسي اللي راهنا كما قالوا بالإمكانيات المادية الصغيرة راهنا على صحافة القرب. الجائزة الثالثة جائزة الإعلام الثقافي. أسندت هذه الجائزة إلى مجموعة من المنشطين يقومون في الخفاء غالبا بجهد صحفي كبير لتتبع الأحداث الثقافية وتقديم الخبر وإتاحة الفرصة للمثقفين والفنانين والكتاب والمبدعين في مختلف المجالات للتعبير عن آرائهم بكل حرية. إلى منشطي الإذاعة الثقافية تثمينا لجهدهم اليومي وتشجيعا لهم على المثابرة في خدمة الثقافة ببلادنا، وهم السيدات نادي الحمراني، حنان البيلي،
سماح قصد الله، عروسية بوميزة، نزيهة الزراعي، نادرة بن عطية، مناد دريدي، فاتن الصالح، وشيراز الشوالي، والسادة سفيان العرفاوي، وناظم الهاني، ومحمد رمزي المنصوري، ويتسلمها السيد محمد رمزي المنصوري. الجائزة الرابعة، جائزة المواقع الإخبارية. بدأ هذا الموقع مناضلاً، يستغل تقنية المدونة ويعتمد على مساهمات المتطوعين الملتزمين بالحريات الأساسية والديمقراطية في تونس، فعمل على استغلال تكنولوجيات المعلومات لإرسال المقالات والأخبار والشهادات والصور ومقاطع الفيديو، متبنياً الاحتجاجات الشعبية، غير أن القائمين عليه انتقلوا به بعد الثورة إلى وسيلة إعلامية مستقلة تشغل صحفيين قارين دون أن يتخلوا عن التزاماتهم بالدفاع عن حرية التعبير. وقد تميز هذا الموقع عبر التحولات التي شهدها من بحثه عن صحافة بديلة إلى استقراره موقعاً إعلامياً بعمله على توفير الخبر الموثوق به من مصادر متعددة وميدانية بالخصوص، وظل وفياً للبحث الدؤوب عما يدين المستبدين ويكشف الحقائق، سواء بوضع خارطة السجون التونسية أو نشر الرسائل الدبلوماسية المتعلقة بتونس من خلال وثائق ويكيليكس قبل الثورة، أو التحقيق بعد الثورة في اغتصاب رجلي أمن لفتاة وابتزاز صديقها، وفي ملف شهداء الثورة وأموال العائلة المالكة المهربة والاعتداء على الصحفيين، وآخرها الأسلحة التي استعملت في سريانة وغيرها من المسائل. وبذلك برز هذا الموقع بتوجه محمود رغم كل النقد والنقائص نحو الصحافة الاستقصائية في ملفات خطيرة، فاكتسب بذلك لدى المواطن التونسي سمعة طيبة في مجالي الإخبار والتحقيق بالخصوص. إذن الحائز على جائزة أكاديميا لحرية الإعلام في دورتها الأولى هو موقع نواة، ويتسلم الجائزة كل من السيدين رياض القرفالي ومالك الخضراوي. الحاضرين اللي كي نوزونور الكل، شكرا كذلك للجامعة متاع منوبة. ومانا كنت تخي تخي زينوي وقت اللي اسمعنا اللي تحصلنا على الجائزة هذه، خاصة بعد سنين اللي تحداو خدمة من تونس، من خارج تونس، من وقت بن علي، والاعتراف هذا لينا من طرف جامعة منوبة معناتها فيغيتابلومون موزونور بصفة كبيرة. دونك وإن شاء الله إن شاء الله ما فما كان خير، وخاصة مع الزملاء مالك وهوني اللي معانا، رمزي، ليليا، عزيز، الخدمة تاعهم تبارك الله عليهم، وإن شاء الله ما فما كان خير، وإن شاء الله معناتها ما نخيبوكمش. شكرا. مانيش باش نعاود اللي قالو زميلي رياض، حبيت نقول قداش نحن فخورين بالبري هذا بصفة خاصة. نحن حصلنا على جوائز بعد الثورة، جوائز من منظمات عالمية، لكن الجائزة هذه يكونش أكثر جائزة نحن نفتخر بها، جائزة من جامعة مناضلة قدام زملاء مناضلين اللي شرفوا الإعلام حتى في الوقت اللي كان فيه الإعلام مستهدف في هذه البلاد. برشا خدمة مازالت تستنى فينا. نواة اليوم هي الجيل الجديد
اللي هو حاضر اليوم في الصالة، أمين، ليليا، عزيز، رمزي، سناء وغيرهم، وكل من يشارك في هذا الموقع. إن شاء الله ديما نكونوا في المستوى. شكرا. الجائزة الخامسة، جائزة التحقيق الصحفي. برنامج تلفزي تميز بالجرأة في تناول ظواهر اجتماعية وقضايا حارقة عديدة، بعضها عسير التناول لما فيه من مزالقة، وبعضها الآخر يصنف ضمن المسكوت عنه، وبعضها الثالث مقلق مؤرق في هذه المرحلة الانتقالية التي تشهدها بلادنا. أسندت جائزة أكاديميا لحرية الإعلام في باب التحقيق الصحفي إلى برنامج في الصميم بقناة التونسية وإلى صاحبه الإعلامي زهير الطيف. شكرا بوكو، ان شاء الله نكونوا في المستوى، ان شاء الله نكونوا في السبب. ميرسي. الجائزة السابعة، جائزة البرامج الحوارية. كسائر الوجوه الإعلامية المتميزة في المشهد التلفزيوني والإذاعي التونسي، وجد خريج معهد الصحافة وعلوم الإخبار نفسه ينتقل بعد الرابع عشر من جانفي من تنشيط المنوعات إلى البرامج الحوارية السياسية، ولكن الحائز على جائزة البرامج الحوارية هو من القلائل الذين برهنوا على ثقافة واسعة فنجحوا. وبين برامج الترفيه وجد السياسة وجد صاحب برنامج حديث الساعة الذي بثته القناة الوطنية الأولى سنة 12 و2000 يوميا عند آخر الأسبوع مجالا لإبراز حرفيته في إدارة الحوارات وتسييرها. أسندت جائزة أكاديمية لحرية الإعلام في البرامج الحوارية إلى الإعلامي إلياس الغربي. شكرا لجماعة منوبة، شكرا لجنة التحكيم، لأن الجائزة هذه هي جائزة الشبان اللي يحاول قدر المستطاع، رغم اللي نجم يتقال يوميا على الميدان ويتقال يوميا في بعض المواقع الأخرى على العمل نتاعهم، لكن قاعدين يحاولوا، وإحنا معهم قاعدين نحاول. إذا كان اليوم فما جائزة من نوع هذا الحقيقة تفرح ياسر، وإن شاء الله نكونوا على قدر المسؤولية. الجائزة الثامنة، جائزة الحوار الصحفي. تميز الحائز على جائزة الحوار الصحفي في هذه الدورة طيلة مسيرته المتنوعة الثرية بالكتابة في أجناس صحفية متعددة أبرزها التحليل والرأي، بيد أن الحوارات الصحفية التي أجراها مع شخصيات سياسية مختلفة التوجهات تدل على تعمق وحرفية وجرأة في طرح الأسئلة. الحائز على جائزة الحوار الصحفي السيد الهاج مترودي من صحيفة المغرب. هذه الجائزة التي تدل لي نفسها على أن هناك تحول في جامعاتي، أن تخصص جامعة منوبة جائزة أكاديمية للإعلام، هذا أيضا ثمرة من ثمار الثورة. أشكر كل الحضور وكل الزملاء. الحائزة على جائزة أكاديمية لحرية الإعلام في باب مقالات الرأي هي السيدة مزيها الجيبة أم زياد.
كنت باش نتكلم بالفصحى تأخر ونحب نكرم العامية زادة كذلك. أنا راه مشيت تكلمت في برشا منابر جامعية في العالم، ولكن توا أنا نتكلم في الجامعة تاع بلادي، يا له من انتصار. شكرا انتصار كبير ياسر. أنا صوتي تحقق أهداف خاصة يعني شخصية، كذلك نلت برشا جوائز على حرية التعبير من منظمات عالمية. كنت وقت اللي نتلقى جائزة تنغص علي جملة من الاعتبارات. أول حاجة كوني المجسم هذا التروفي كيفاش نروح به، كيفاش باش يفكوا البوليس في المطار ونقعد تعاك أنا وياه. ثاني حاجة نقول هذه ماهيش جائزة على الأداء الصحفي، وإنما هي جائزة على الشجاعة، والشجاعة ما تنجم تكون فيها شوية غفلة كذلك وعدم تقدير للعواقب. دونك سي با كلير. الحاجة الأخرى كوني نقول أنا ناخذ في جوائز على نصوص ما يقراوهاش برشا توانسة، تقراها عدد محدود من توانسة على الإنترنت، فهذه تخلي لي يعني غصة في قلبي. هذه أنا نحسها جائزة كبيرة برشا لأنها في بلادي، ولأني وليت نكتب والقارئ يقرأ نصوصي في جريدة آخر خبر، خليني نعمل شوية ببليسيتي، ولأني وليت نتكلم في الإذاعة ونتكلم في التلفزة، لأني وليت صحفية حرة، وإن كان هذا في آخر العمر فهذا يجدد العمر. أسندت الجائزة التكريمية الأولى من جائزة أكاديمية لحرية الإعلام إلى صحفي دار الصباح، وتتسلمها الصحفية سناء فرحات. التعيين الفوقي والمسقط على رأس دار الصباح، ظهرنا اللي عملناه والنتيجة اللي حصدناها، وإنه هو تم عزله وتعيين متصرف قضائي حتى شيء. معناه وقت اللي كنا نقوم بهذاك فعلا كان حمل كبير وكان يعني صراع قوي، لكنه اللي مازال أكثر وأكثر. تكريما للصحفيين التونسيين وشجاعتهم وتقديرا لسعيهم الى بناء اعلام حر، تتسلم الجائزه نقيبه الصحفيين نجيب الحمروني، وذلك لان الجائزه التكريميه حاز عليها اضراب 17 من اكتوبر 12 و2000. يكرم الأكاديمي الإعلامي في هذا ثورة في تونس، وأن تكرم جامعة منوبة التي نشكرها بكل عبارات الشكر، أن تكرم جامعة منوبة الإعلاميين والصحفيين، فبالفعل حدثت ثورة ومن هنا انطلقت الثورة. لأن وأنا أشاهد زملائي وزميلاتي يتم تكريمهم من جامعة منوبة، مرة بذهني شريطا آخر لتكريمات أخرى لصحفيين آخرين في عهد آخر. في جائزة أكاديمية لحرية الإعلام نلقاوك براتيكمون السياسي الوحيد الموجود. أولا أنا ماني مدير جريدة، وثانيا أنا نعتبر وأن حرية الإعلام هي وحرية التعبير هي أم الحريات. بلاد ما فيهاش حرية إعلام ما تنجمش تقوم فيها حياة سياسية ديمقراطية، ما تنجمش تكون ثم فيها مشاركة سياسية حقيقية، ما تنجمش تكون فيها مؤسسات
منتخبة معناها حقيقية. هذاك علاش نتبع برشا في من حيث المعركة، معركة الإعلاميين في تونس في المرحلة الحالية اعتبرها معركة مصيرية مش للإعلاميين فقط وإنما للتوانسة والتونسيات منها الكل. جائزة مهمة اللي أسندتها جماعة معناها منوبة للعديد من الأقلام الحرة. الحقيقة ناقصة حاجة واحدة، ناقصة جائزة لهيثم المكي على التنبير، هذا هو اللي ناقصها. النبارة ما أخذوش حقها من اليوم. وكذلك أنا نمزح ولكن في رأيي كان نجم يعطوا جائزة المصورين. بالنسبة للسي حمد الهمامي اليوم شنية إليات المحافظة على المكسب هذا اللي هو حرية التعبير في تونس ما بعد الثورة؟ الحاجة الأولى هي وحدة الصحفيين والصحفيات، هذه حاجة مهمة ويكونوا في نقابتهم ويشدوا في نقابتهم. الشرط الثاني هو أنه الدستور يحمي حماية مطلقة حرية منها التعبير، هذه حاجة منا أساسية، وتجريم ولا بد من تجريم دستوريا كل مساس بحرية الإعلام كما موجود في أمريكا وكما موجود في دساتير منها أخرى. ما رأيك في الجائزة اللي تم سنادها البرنامج حديث ساعة؟ هاي الجائزة تعمل كيف؟ هو عطاه هي عطاه جائزة حرية الإعلام برنامج أنا اضطرت منه، معناته المو عن إعلام حر. يا دي خليني بصفة عامة شنو تعليق على الجوائز العشر اللي تم اسنادها اليوم؟ هاو ايش جليس ايش جليس هاو ايش خويا مبروك فهمني. نحب نهنئ زميلي الاعلامي الياس الغربي على الجائزة اللي اخذها على برنامج حديث الساعة اللي انا اضطرت منه بالطبيعة فهمني. اضطرت منه شر تطريدة لا مش شر تطريدة بصارة، لا هما قالوا لي انت معناها سوسبوندو، اما انا ما زلت سوسبوندو، اما ان شاء الله كل شيء بالبركه حسين وربي خلينا الاعلام الحر وال الثوره والغضب. شنو هو تعليقك اليوم على الجائزه اللي خذيتها اليوم؟ شنو تنجم تضيف لك في مسيرتك كصحفي؟ هي ساعه قبل كل شيء ما تنجمش تكون جائزه نشخصنوها، معناها صحيح اللي هي جائزه ليانا لكن هي جائزه يمكن قلت وذايا هي جائزه لهيئه التحرير، العشرات وعشرات وعشرات الصحفيين اللي موجودين في هيئة التحرير بنات ولاد اللي الحقيقة قدم عليهم هما الجائزة هذه خاطرني ولدهم ومنهم. وهذا اليوم أنه جامعة كما جامعة منوبة جامعة مناضلة تقدم هدية وتقدم جائزة للإعلاميين، هذا في حد ذاته معجزة، معناه ما كانتش ممكنة سنوات التالي ولا كانت ممكنة للناس أخرين بولاءات وتعليمات ونعرفوا علاش. إذن فخر واعتزاز كبار برشا أنه في الدورة الأولى نكون مع ناس كما أم زياد، ما كنتش نحلم به شيء هذا، راه معناها باش نبدا واضحين معناها شيء جديد عليا معناها. إذن يحمل مسؤولية كبيرة ياسر ياسر، وإن شاء الله إن شاء الله نواصل إن شاء الله نواصل، مازلنا في الخطوة الأولى من إمكانية أنه نعطيو إعلام يكون معناها في المستوى، مازلنا بعاد.